السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة شيوات هاجر. اليوم غادي نحضر معكم الوصفة الأصلية ديال لي كروك مسيو. اللي غادي نحتاجو فيها وهو الخبز الباندومي، وغادي نحتاجو الشاركوتري على حسب النوعية اللي تتبغيو نتوما، والفرماج ساندويتش أو الفرماج الغابي المحكوك، وغادي نحتاجو الطحين والحليب والزبدة على حسب باش غادي نصاوب معكم لا بيشاميل. اول حاجه باش نحضر البيشاميل راني خليتها طريقه مفصله على حسب البنات اللي مبتدئين او اللي ما تتصدق ليهمش. غادي نذوبو 50 غرام ديال الزبده، بعد ما كتذوب على نار مهيله كنضيفو 50 غرام ديال الدقيق بالتدريج، غير بشويه بشويه، ما تضيفوش كلشي في خطره، لان الا ضفتو كلشي في خطره غادي تكور لكم. وخص ضروري هذا الطحين يطيب لينا، اي بحال اللي كيتحمر واحد شويه كي يتحمر مع ديك الزبيده وكيعطي واحد المذاق زوين في لا بيشاميل. كتبقاو تكملوا هذه العمليه مزيان هكا حتى كتشوفوا داك الطحين والزبده بحال اللي بداو كيغلاو شي شويه، كيطلقوا لكم واحد الفقاعات كيف ما كيبان لكم في الصوره. هنا كتبقاو تضيفوا الحليب تدريجيا غير بشويه بشويه، نقيطه بنقيطه. المره الاولى غتضيفوا غير شويه، تقريبا واحد جوج معالق كبار حتى ثلاثه معالق. تبقاو تحركوا مزيان حتى كتحسوا بان داك الطحين دخل لكم في داك الحليب، وما باش ما كيتكلكلش لكم داك الحليب، وكيبقى لكم الطحين ومكلكل في البيشاميل، وكتجي البيشاميل ما لذيذاش. انا سمحوا لي طولت عليكم لا فيديو باش يكون شرح مفصل، وغادي نبقى نكمل هكا حتى نحصل على واحد السائل اللي كيكون ما فيهش كاع التكلكيل ديال الطحين. وهنا غادي نكمل البقيه ديال الحليب اللي عندي، نكملو كامل نضيفو، ومن بعد غادي نخليها على نار مهيله ديما على نار مهيله باش ما كتحرقش. عندي هنايا حيت غير نص سطر ديال الحليب صافي، غادي نزيد. الا كنتو عائله كبيره تقدروا تنصفوا المقادير، او بغيتوا هذا البيشاميل تحتاجوها في 500 ملي او 50 فصفه اخرى تقدروا. وغادي نضعفوا المقادير، حركوها كيف ما كتشوفوا الحليب وضعفوا الزبده باش داك الكريمه اللي كانت كتشمع لينا المذاق ديال الكوزه لتحت ديال واحد الرشيشه هي اللي كان واحد الرشيشه ديال الكوزه. من ما الا ما كانتش كتعجبكم اكتفيو غير بالملح والبزار كيف ما درت انا، باش ما بغيتش صراحه ملي كيكون كندير لي كغاتا كندير الكوزه كتعجبني المذاق ديالها، ولكن من هكا ملي كندير الكروك مسيو ولا شي حاجه اللي كيكون فيها المذاق ديالها بوحدو تنخلي البيشاميل على الطبيعه ديالها. من بعد ما كنحيد شدي من التحرك نهائيا كيف ما كتشوفوا باش ما كتلتصقش معايا، وكنحصل على واحد البيشاميل اللي كتكون كريميه وما كتجيش فيها الحبيبات ديال الدقيق. غادي نكمل على هذه الطريقه كيف ما كتشوفوا. تقدروا تستعملوا الطراب اليدوي اللي كنخلطوا به الكيك، الطراب العادي باش لا بغيتوا يعاونكم دغيا. انا اكتفيت غير بالملعقه الخشبيه. انتما كيف ما كتشوفوا بدات كتعقد معايا، هذا هو القوام اللي خصني نحصل عليه، لان بعد ما كتبرد راها كتولي قاصحه، ما خصكمش تبقاو تغليوها حتى تقصح بزاف، صافي غير كتولي على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا كريميه، كتكون عقده واحد شويه صافي، وكتخليوها تبرد باش تستعملوها لاي وصفه ديالكم. هنا اول حاجه غادي نشعل الفران باش يسخن ليا، وغادي نحط الخبز الباندومي ديالي في واحد اللاطه ديال الفران. غادي نسرحها على حسب عدد الاسره اللي غادي ديرو. هانتوما كتشوفوا بعد ما دفات راها عقدات، هانتوما كتشوفوا عاد راها مازال ما دفاتش مزيان، غير تزيد تبرد غادي
تقصح البيشاميل، غادي ندير واحد شويه في البان دومي، غادي كاملين ندهنهم بالبيشاميل، ومن بعد غادي نخليكم باش تشوفوا الطريقه اللي غادي ندير لهاد الكروك مسيو. هذه الطريقه الاصليه اللي كتجي بها زوينه، ما تيجيوش ناشفين وتيجيو لذادين بزاف، والاكثر هي صراحه تيبغيوهم الوليدات بزاف بزاف صراحه، لا الكبار ولا الصغار. كنتمنى صراحه تجربوهم لان تيستحقوا التجربه وكيجيو لذادين بزاف، وخصوصا فهاد في الصيف كتمكن لينا الحاجه كتكون هكا بارده، ما كيكونش فيها ليدان بزاف، وجبه صراحه زوينه الصيف بزاف بزاف. هذا هنا غادي ناخذ لي شاركوتري على حسب عدد الاسره او على حسب شحال غادي ديروا نتوما ديال لي كروك مسيو، وكتاخذوا النوع اللي بغيتو. انا ما كيعجبنيش داك النوع المربع اللي كيكون سبيسيال كروك مسيو، هادشي باش كناخذ هذا ديال الدجاج او اللي كيكون فيها الحار والفلفلات، يعجبني هذاك حسن. صافي كنستفهم هكا كيف ما كتشوفوا، لان هادوك اللي كيكونوا سبيسيال ديال لي كروك مسيو كيكونوا مربعين وقد لي بان دومي، هادو كبارين شويه على هادشي باش راني تنقطعهم وعاد تنديرهم. ومن بعد هنا كيبقى لكم الاختيار، الا بغيتوا ديروا لي فرماج ساندويتش، هي الصراحه الوصفه الاصليه بالفرماج ساندويتش، او ديروا الفرماج غابي. انا اكتفيت غير بالفرماج غابي، وحيت ما بقاليش الفرماج ساندويتش كانت بقات لي غير وحده، هي فاش درتها معكم باش نوريكم طريقه من الاحسن الا كان عندكم توفر ديروا الفرماج ساندويتش من الاحسن. وانا اكتفيت غير بالفرماج غابي باش كيزيد يعطي داك المذاق زوين لداخل، باش كتجي كيجيكم هاد الساندويتش هذا تيجيكم معلك من الداخل، ما تيجيكمش ناشف. انا هاد الفرماج اللي استعملت فيه ثلاثة ديال انواع الفرماج، هنا صافي غادي نسد لي بان هاد لي كروك مسيو، وغادي ندير ليهم من الفوق، غادي ندير ليهم البيشاميل. الصراحه كيجيو زوينين بزاف، كاين اللي ما كيديرش ليهم البيشاميل، كيدير غير الفرماج ساندويتش ولا شاركوتري، والصراحه كيجيو ناشفين بزاف. هاد الوصفه كتجي لذيذه، ما دهنهمش حقه بزاف بزاف، دهنهم نورمال عادي، ما يكونوش عامرين وما يكونوش خاويين في الدهن، يكونوا عاديين. صافي وغادي ديروا الفرماج ديالكم، فرماج غابي اي نوع عندكم ديروه او الموتزاريلا، ودخلوهم الفران على درجه الحراره تكون 200 درجه، طلعوهم نيشان ديروا العافيه عليهم من الفوق باش يتحمروا، حيت الشيء اللي درتوه من تحت دغيا البان دومي تيتحمر، ديروهم غير من الفوق، وهذيك السخونيه ديال الفوق سبحان الله كتهبط كتحمر لكم البان دومي من تحت واحد شويه على حسب نوعيه الفران ديالكم. الا لقيتوه بان الفرماج داب وتحمر والتحت ديال البندومي باقي بيض، داك الساعه عاد ديروا العافيه من التحت ديالو وخليوه يتحمر لكم غير شويه، حضيوه عندكم حضيوه، لان البندومي دغيا تيتحرق ودغيا تتشدوا العافيه. صافي غادي نكمل هكا، وكنتمنى هاد لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم، وهاد الوصفه تعجبكم بزاف. الا جربتوها خليو لي في التعاليق كيفاش جاتكم، الا جربتوها بهاد الطريقه هذه. اذا كنت اول مره كتزوروا القناه ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك والجرس باش ديما يوصل لكم الجديد ديال الفيديوهات، وغادي نبقى نشارك معكم وصفات زوينه بزاف ديال الصيف ان شاء الله. كنتمنى لكم فرجه ممتعه، وما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء باش تعمل فائده. مع السلامه.